أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله اليوم يوم الجمعة سيتم تدشين هذه المضخة ولله الحمد قد تم تدشينها الآن التي حفرت على نفقة الشيخ محمد وشاحن طارق مع اجتماع An-Nadaa Educational Foundation مؤسسة An-Nadaa طيب ليش كوي ان شاء الله